قال: فما سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنا مع ما تراني حسن الخط، حسن الخط، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ، فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة، فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ، فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني، وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ، وزدت فيها ونقصت وأدخلتها إلى الوراقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان سبب إسلامي.